حوار او كذا. محمد يطبق الشيء، كذلك اسرار، كذلك مريم، كذلك نواف وبدر. الحمد لله جروب ناجح، جروب عسى ان شاء الله باذن الله. بس محمد احنا قاعدين نسولف يا مريم، والله قاعد اسولف وياهم قسما بالله. بالاسئله لازم الاثنين على الهواء. انا بقول لك شغله، يعني في بعض انا مره غطيت في قناه فضائيه وطلب مني اني اغطي كشك الشيخ مبارك الافتتاح. حلو، شوف شلون يكون الاعلامي الناجح. انا طال عمرك عندي حب الطلاع مثلا خلال جوجل والشغلات الثانيه، الكتب والقراءه، فيكون عندي سيرت. طلب قال مشعل حسان انا تذهب الساعه 12 لكشك الشيخ مبارك وتغطي الحدث. لو كان واحد مكاني او واحد ثاني غيري ما عنده خلفيه عن الموضوع، فتخيل نقل مباشر والحمد لله الله وفقني، سالت الاسئله مع الضيف والحمد لله انهيت الموضوع. سؤال صريح، صرت مراسل وصرت معد برنامجين عندنا كذا قناة، أنت صرت مراسل فيهم إخباري؟ مراسل إخباري نعم. ليش ما صرت مذيع دامك أنت حاب هالشيء؟ والله أنا ملاحظة فيك حب إنك تقدم برنامج. أنا أول شيء السياسة وهالأشياء هذه. السياسة نعم، أنا أول شيء أحب الإعلام، ويقول لك في مثل من حب شيء أبدع فيه، يعني أنا هاوي الشيء هذا فراح أبدع أكيد، وأنا قاعد أطور نفسي بنفسي. أنا أول ما جيت مثلاً في الإعداد ما كان أدائي نفس اليوم أو نفس اللحظة هذه، في اختلاف، في تطور، أنا قاعد ألاحظ نفسي. وانا اسال مثلا محمد، اسال نواف، بدر، بس انت اي يعني اي علم من انت الموجود. اي علم من الاعلام اللي تحبهم؟ يعني علم امريكا، علم برازيل، علم الكويت. انا احب علم الكويت طال عمرك وعلم المملكه العربيه السعوديه. الله الله الله، اكيد احنا نحبك بعد مشعل، بس في عندنا مشاركه شهادتين لا اله الا الله محمد رسول الله. اكيد هذا فخر لكل مسلم عربي. تحيه كبيره حق المملكه. لازم نقرا الفيسبوك، لازم نقرا الفيسبوك. طبعا حلم القمه قاعد تقول ميمي النصابه قلت بنسولف معاكم، والله يا معاكم، والله معاكم، والله امل بكره قاعد تسوي تصاميم. حلم القمه سؤال ببالك تبي تسالني تبي توهقني. امل بكره ثانك يو حبيبتي وايد على التصاميم الحلوه، بس يعني دائما لما تسوي لي تصميم ما في احلى من هالصوره. يعني انا عندي وايد صور حلوه لا اله الا الله. عاد انت بعد لا تقول انا عندي وايد صور حلوه لا اله الا الله. زين مريم، خلينا ننوع عن شغله مهمه مهمه جدا. مسابقه شير للصفحه والادمن بالصفحه للاسبوع الثالث راح يتمون معانا الناس ما هم، وعلى اساس كذي خلاص، لان احنا شفنا وايد اشياء الحين اللي بيسوي شير اللي بيسوي كذي خلاص الادمنيه اثبتوا عندنا. بس ما نقدر، ما يصير نواف، ما نقدر نحط ادمنيه. لا بس اي ما نقدر نجاوب على سؤال اسرار خلاص كذي احنا. لا لا احنا كذي ما جاوب على سؤال اسرار. احنا خليك تجاوب بس كذي ظلمنا حق. لا لا ما ظلمنا حق، خلينا نعطيهم بعد اسبوع حرام. لا انا بقول لك، انا بقول لك اللي راح يصير. يلا تعال نجاوب ان شاء الله. اوكي نطروا من السبت للخميس الجاي ان شاء الله راح يكون معانا تصفيات، بس ان شاء الله حق شيء ثاني ووايد حلو لكم ان شاء الله. بس سالفه الادمنيه خلاص انا ما اقدر احط ولا اشيل، مكتفين باللي موجودين وكل شيء تمام. ممكن يعني اشياء اللي نسويها اشياء بسيطه، اشياء رمزيه، اشياء تحيه، يعني ما راح نسوي جوائز مسابقات وكذي، لان هذا مو هدف برنامج. على العموم نواف، انا نواف بنيف بالنهايه يعطيك العافيه. اكيد انا راح افكر بالموضوع طبعا، انا راح ادرس الموضوع اليوم، اقعد بيني وبين نفسي ابطل الصفحه واشوف ممكن ازيد لك خلاص. انت جيب ايفونات حق معي. ليش هم توزيع هالجوائز هاي؟ لان ما نحطهم ادمن نعطيهم جوائز خلاص. راح نعطيكم ترى ايفون بس لعبه، يعني مو صيني. لا صيني 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 لا صيني زين. ميمي تشاينا ميمي، لحظه يا جماعه، سكت عليك سكت عليك اسرار السياسيه. السياسة يا جماعة، السياسة ديرتكم. ليش كذي قاعدين تنتقدون المرشحين؟ ندخل الآن بس احنا لا نظلم، احنا يمكن ها احنا لا نظلم المرشحين اللي بيصوتوا وبيبدوا يرشحون، يعني احنا لازم احنا نرشح الناس ونوقف وياهم ونشوف، لا نظلم كل شنو الناس. شنو توجهك؟ توجهي اني انا اعدل الكويت، اعدل الكويت، اصير اوقف اشوف الشباب شنو يبون، اشوف عيالنا شنو يبون. والله اللي سووه اقتراح مجلس الامه كان شيء مرعب. انا وريلي وعيالي ما قدرنا ننام بالبيت، ما قدرنا ننام بالبيت. زين اسرار اخوي انت معاي يقول عمرك. وانا صراحه من خلال قناه من تلفزيون الشاهد انا انقل لي سياسه، ما حد سياسه. اوجه رساله الى الشباب والشابات والناخبين والناخبات، الآن ابتداء من الآن باقي تقريبا 5 أيام على الاقتراع، أرجو، لأن هذه مرحلة تاريخية ومفصلية في تاريخ الكويت، المجلس القادم اختيار الرجل المناسب أو المرأة المناسبة سواء كانت مرشحة أو مرشح، من يحمي الدستور ومن يحمي مكتسبات وحقوق الشعب الكويتي، أرجو أنكم تصوتون له. نعم. وأنا طبعا قابلت مرشحين كثير وأفكار وتيارات، وجدت يعني
المناسب وجهة غير المناسب صراحة من خلال الكلام. إذن تقدر تذكر لنا مشعل من يعني من خبرتك واكتسابك لخبرة إن أنت شفت مرشحين وايد وعرفت منهم وكلمتهم وحاورتهم، تقول لنا يعني كم مرشح لك، كم اسم مرشحة من المرشحين إن شاء الله اللي جايين إن أنت تتوقع إن فيهم شيء زين؟ بس بلا ذكر اسمه. لا لازم تذكر لنا على الاقل اسمين. هذا اول حرفين. اللي شايفه مو زين، لا اللي شايفه انه الجديد وحاسس انه يبرز صدق يعني. حاب يسوي شيء حق الديره. يعني انا اذا قلت الان الاسم لا عادي، لا احنا قاعد نقول لك مو اسم كذا اسم يعني. انا اقول لك الصفه، اقول لك صفه المرشح. انا وجدت صراحه من خلال تاريخ 19 ديسمبر الماضي اللي هو بدايه برنامج ام 2012 في تلفزيون الشاهد. حلو. يعني واجهت تقريبا 105 مرشحين تقريبا اذا ما خاني العدد يعني. 105 اللي قابلتهم كل يعني في ناس يعني صراحه مو مدعومين من جهات او لهم اجندات خاصه. ناس يعني داشين يعني لقلبهم صراحه يعني حمايه الكويت وحبهم الكويت خلاهم يرشحون. هذا صدق ولا؟ والله العظيم انا شايفهم وانا اقول لك اساميهم ان شاء الله بعد الفاصل. موجودين اكيد، والله موجودين، ورأيت من خلال عيونهم من خلال كلامهم يشهد الله من غير لا يسولف عرفت ان هذا الرجل صدوق مش صاحب امان. لا خلي يقول لحظه نواف، خلي يقول. لا انا ما ذكر اسامي، لا ذكر اسامي، مو اسامي، صفات في انتخابات، صفات المرشح اللي الناس المفروض يلتفتوا له ويصوتون له. بعدها نواف راح يقول الموقف تبي الصفات، صفات المرشح يعني انا اللي اجاوبك من خلال المعطيات الموجوده. قد يكون في ناس يخالفوني بالراي وكذا. صفات المرشح اول شيء مو مدعوم من تيار معين، سواء تيار اسلامي او تيار سياسي، مو مدعوم من تجار، مو مدعوم من جهات اخرى. يعني الرجل مواطن كويتي نقي، مواطن يعني بصفه المواطن الكويتي بيور نفس ما تفضلت. هذا المواطن هو اللي يستحق انه يوصل، بس المعطيات انتم عارفينها زين. مش خليني اسالك عن شغله مهمه يعني، خاصه قاعد تتداول وكل ما قربت الصناديق على قولتهم تتسكر كل ما يزيد المبلغ اللي هي الرشاوي. انت ايش رايك بالرشاوي بين الناخب والمنتخب؟ طبعا المرشح والناخب، رشح وناخب. الرشوه بين يعني قصد المرشح يدفع الى الناخب، هذه طبعا دمار، انا اسميها دمار كلمه واحده، دمار الكويت. شو اسمه التكسب المادي من خلال ارشاء مجموعه معينه لاجل صالح اشخاص معينين، هذه على حساب الكويت، تدمر الكويت. والله يسلم من اللي زين، الله يسلم من شنو صار. طبعا تخشف انتخابات الماضيه صح. مشاهدين انتم قاعدين تتكلمون تقولون يوم خميس اليوم فن ما شنو. مشعل حسان اليوم حب يشاركنا في سيجمنت واحد يقعد معنا ينورنا ان شاء الله. من بعد هالسيجمنت راح نرد معاكم وندردش كذي، بس معدنا لازم يتكلم. يعني انا بسالك سؤال صراحه يقرقع بقلبي من اول ما قعدت وانا بقول لك اياه. تفضل. من يعني كثره المرشحين اللي يولك ببرنامج مجلس الامه 2012 اكيد راح يكون معاكم احد المواقف اللي هي مثلا تثبت لك او تبين لك يعني نوايا المرشح او المرشحه بصفه انه مثلا تخذلكم او انه مثلا تعطيكم موعد وتمشي او او او. هل تقدر تذكر لي احد المشاكل المرشحين اللي انت انصدمت فيهم خلال هالبرنامج هذا؟ والله صراحه مرشحين رجل وامراه. تقدر تقول اساميهم؟ بلا ذكر اسم. لا بالعكس، تدري ليش تقول اساميهم؟ لان 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 الرجل عند كلمته والمراه هم نفس الشيء عند كلمتها، لان هذيل ناس راح وانا اعرف ان السقف عالي في شوف، وانا اعرف ان هذيل ناس راح يمسكون مثلا مناصب ان شاء الله باذن الله اذا دخلوا مجلس الامه وكانوا من المرشحين الناجحين راح يكونون نواب. فتقدر تقول لي احد اساميهم الاثنين عادي، قول عشان الناس أنا أقول تعرف امام من خلال امام تلفزيون الشاهد او الكاميرا قناه الشاهد. المرشح خالد الشطي. حلو. والمرشحه صفاء الهاشم. بس خالد الشطي شنو السبب؟ خالد الشطي وعدناه انه يكون متواجد كضيف ثالث، تنرفز في ديوانيه الشاهد يقول لا انا انتم قايلين المرشح الاول ادخل الاستديو. قلت يا استاذ، طبعا تكلم في بعض الكلمات تجاهي انا، قلت يعطيك العافيه ومقبوله من عندك، تكلم في بعض الكلام اقدر اقوله. دخل الاستوديو وسالناه اسئله من خلال موقع الشخصي من خلال تويتراته. حلو. موجود يعني ما جبنا شيء ولا هي عداوه، وكله كل احترام وتقدير. اكيد مواطن كويتي. بس هذه الحلقه سوت وايد لجه يعني، حتى سوت لجه قناه الشاهد يعني، مو تبريرا للكادر بشكل كمعد بشكل عام، المعد والمقدمين لم ياتي منهم اي خطا. الاستاذ سالناه اسئله من ضمن المحاور اللي هو مناقش فيها نفسه. حلو. يعني من خلال موقع في الانترنت من خلال تويتراته يعني ما جبنا شيء. بالنسبه للاستاذ صفاء الهاشم
تواجدت في القناة قبل بث البرنامج بخمس دقائق، نزعت المايك ومشت، زعلت، قالت إذا تسألون عن بويابس ما بويابس تويترات، طبعا بويابس كل الشعب الكويتي يتابعونه من خلال جريدة الرأي. بس في ناس يقولون إن صار ما يد قبل خمس دقائق. لا كانت متواجدة 8 إلى 10، أنا في استقبالها أمام البوابة. زين وليش ما دخلت البرنامج وتعتذرت؟ دخلت وسألت، مو من حقها أنها تسأل مقدم برنامج بدح سهلي، زميل بدح سهلي. وجهنا تحية. أستاذ ناصر عطية. أكيد نوجه لهم التحية. أستاذ بدح سهلي سألته، قالت لا يكون راح تقول لي كلام بويابس وكذا وكذا. شنو موضوع بويابس؟ بويابس تويترات يعني. يعني بس بويابس بتويتر أساسا يناقش صفاء يعني. ومنو هو بويابس؟ هو مرشح مذيع. لا مو مرشح. يعني مثل شخص عادي، مغرد في تويتر. إيه شلون بتبين اللي برمضان يعني مغرد يعني يقول ينشر طبعا ينشر الشيء المكشوف وليس المخفي. بس خلينا نوع عن شغله، في وايد ناس ريون حب من القمه، وايد ناس انهم متضايقين مني انه ليش نواف انت ظالم، انت خربت المسابقه. يا جماعه والله العظيم انا ما خربت لا مسابقه ولا شيء، بس في امور قاعد تجيني من الاداره انا مالي شغل فيها. وانا بعدين احنا قلنا بنواف راح نعطيهم اسبوع نشوف. لا انت راح تمون، سووا شير وكذي، راح يكون في لكم اشياء ثانيه، اشياء خاصه. هو مو كل يوم خميس هو تواصل معاكم، ما راح يكون يوم خميس، راح يكون طول مدار الاسبوع نجيب اسمكم نذكركم. هذا اللي اقدر اسويه، بس انه ادمن انا اسف ما اقدر احط ادمن اللي موجودين، خلاص ثبتوا، لان هذا شيء من الاداره مو مني انا، ما اقدر اسوي فيه شيء. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني، انا مو بروحي ادمن الصفحه الحين، يمكن احنا صرنا 6 فيه. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث. الشيء الرابع، ان شاء الله بعد هذا السيجمنت راح اتواصل معاكم، راح نقرا كل كومنتاتكم، لان الكل اشتغل علي انا. نواف انت ظالم، نوم الظالم، ما شنو تكفى لا تدعون علي انا، مو انت ظالم وانا نصابه، الله يسامحكم. بس لا وجه تحيه اغلب المرشحين جزاهم الله الخير، كانوا متساهلين وكانوا منضبطين اللي تواجدوا معاكم. نعم كانوا يعني تمثيل. بعض المرشحين كان يدق قبل البرنامج بيوم يأكد على موعده وكذا، فوجه لهم التحيه صراحه. اكيد احنا كلهم كل تقدير واحترام، وكان تواجدهم معنا ببرنامج 2000 الأمة 2012 مجلس الأمة. طبعا مجهود جبار، جميل صراحة. يمكن قد يكون المشاهدين ما يعلمون ما يدور داخل تلفزيون الشاهد من مجهود جبار. انا تواجد من الساعة 10 صباحا، ما اطلع للساعة 10:30 في الليل. يعطيك العافية. والله العظيم اني اعد الاسئلة ما اخلص للساعة 3:30 4. نعم نعم. بعدين اتوجه الى برنامج جاذرينج. نعم نعم. ايه. زين مشعل، حتى الفيسبوك مسكوها عليك. نعم مشعل، متى نشوفك على الشاشة؟ أنا قلت أنا صراحة كل إنسان له طموح، أنا أرى في نفسي إني مشروع مقدم ناجح. حلو. أرى في نفسي، عندي ثقة في نفسي، لأن أول شيء رجال تعبت، أنا دخلت دورات ودرست وقرأت واعتكفت على القراءة والدراسة والتمحيص والتدقيق وجميع الأمور، وأكتب مرات بيني وبين نفسي اقعد في الخلوه. خلوه هذا بس مش على سالفه التقحيص هذه، لا تدخلها بالموضوع. تمحيص تمحيص تمحيص. انا قلت لك ببر متفحط. يا الله الله. مشاهدينا، انا قبل كم يوم قلت حق معدنا مشعل، قلت له في يعني حلقه ودي انه نتحكى عنها، اللي هي التفحيط بالسعوديه عندكم تسمونها التفحيط، احنا عندنا بالكويت نسميها تقحيص وتشفيط. الكل متداول يسوي اخر شيء الموت او الشلل. على السريع ايش رايكم بالفيسبوك اذا حابين هالشيء عشان معدنا يوافقني؟ تصويت نسوي تصويت، راح انزل لكم فيديوهات من يوتيوب. انا اللي راح اعدل الحلقه لحظه نواف. لا احنا قلنا احط لكم فيديوهات شنو نهايه التفحيط وشنو اسباب التفحيط. احسها راح تنطق مني. شنو الاشياء اللي يعني راح تصير عقب التفحيط؟ يعني انا اشرح مع نفسي. ايش رايكم يعني تشوفون نشوف التصويت؟ شفته ما يدرون ان انا معده الظاهر للحين، مو معده بجاذرنج. لا مو بجاذرنج، مو بجاذرنج، فما لك حكم على جاذرنج. اي لا مو بجاذرنج، خارج جاذرنج. انا قلت ايش رايكم يعني تقولوا لنا تصويت نشوف اذا حابين هالموضوع نتكلم فيه ولا لا. انزين عندنا الفيسبوك، عندنا راح اقرا بس اساميكم، سيجمنت جاي راح خلاص ندش بالتفاصيل معاكم. حلم القمه اليابانيه اللي اسمها ياباني ما ادري شنو، حاطه صوره تشوجي، ريون الغير البناي، منو هيا ابو شهري، هذا اللي الحين موجودين عندي على ما يسوي لودنج، كلكم قاعد تتواصلون معنا وكذي. اشو انه طاح الحطب بيني وبينهم خلاص، صاروا ما يعني. يا جماعه الخير، ترى السباعي ترى نواف يعني مسكين، ترى صدق انه هو يعني ظالم ويظلم وهذا. لا انا يعني قول صدق عادي. زين عبد الاله عبد الرحمن. زين بس ترى يعني هميمي ترى هي شنو قال عنك؟ نصابه. نصابه ترى هي نصابه، كلها تاخذ فلوس مني وما ترد لي اياهم. انا نصابه والله العظيم، يعني انا نصابه، صار الحين شرخم في الحنايا ينوح. شلون تسوي صار فيها الحين؟
يعني صار وياها شرخن في الحنايا ينوف زين زين لحظه يا جماعه نواف قال في موقف انا ابي اقوله صراحه لانه شيء واقعي يعني